فهلا المطلوب الان انه عندي هذا الجسم، هذا الجسم موصوف حوالين اكسيز مش السنتر تبعه، واضح انه هذا الجسم السنتر تبعه رح يكون في نقطه موجوده هون اللي هي بتكون سيمتريكال هيك وسيمتريكال هيك وسيمتريكال هيك، وهي نقطه سي. فانا هدفي اطلع اي ام سي اللي هي بتكون حوالين الجسم، حوالين النقطه هاي اللي هي البرنسبل اكسيز. فهذه اي ام سي مرتبطه البرنسبل اكسيس اللي فيها حواليهم سيمتري. فاذا بديت اول شيء بدي اطلع اي اكس اكس سنتر بدها تساوي اي الاصليه اي اكس اكس الاصليه، وراح تكون هون عندي اي اكس اكس سي ماينس ام في دلتا واي تربيع زائد دلتا زد تربيع، وتساوي اي اكس اكس كانت عندي اصلا هي ام على 3 ام سكوير زائد x سكوير ناقص m دلتا y. التغير في y هلا لاحظوا y كانت في هون عندي l، حتى اجيبه للسنتر بدي اخذ نص l، فراح تكون هذه l على 2 تربيع زائد، وحتى كمان احركه على السنتر بالنسبه ل z h حتى يصير النقطه بالنص بده يكون h على 2 تربيع بهذا الشكل. هلا صار عندي 1 ال و اتش، هلا بتصير هذه ام على 3 هون عندي ال سكوير زائد اتش سكوير ناقص ام، هاي بتصير هلا ال سكوير، بقدر اطلع الاربعه برا زائد اتش سكوير، صار عندي هذا التيرم مشترك اللي هو ال سكوير زائد اتش سكوير، وهون جوا بكون عندي ام على 3 ناقص ام على 4 اللي هي بتصير ال سكوير زائد اتش سكوير مضروبه في ام على 12. فبالترم الجديد بالماتريكس الجديده هذا بتحول من ام على 3 بصير ام على 12، هذا بصير ام على 12، هذا بصير ام على 12، واذا متذكرين هدول الترمز الثلاثه بيختفوا بصيروا زيرو، هدول الترمز الثلاثه بيختفوا بصيروا زيرو، معناها انه هذا الجسم حوالين النقطه اللي هي برنسبل اكسس السنتر هون، هاي النقطه بطل فيه له كروس برودكت ترمز او مومنت برودكت اوف انرشيا، هذول بيختفوا بصير البرنسبل اكسس هي الانرشيا ام على 12 ال سكوير زائد اكس سكوير.